وفات لنا العمل الراضي اللي اسمه شاهر ده، راكب على رسنه وعامل فيها عمده بحج وحجيجي. واذا فرضنا ان فتح الله اتاخر والغايب حجته معاه، هيبقى ايه الوضع؟ انا مضمنش غفري بعد ما شربوا الشاهر لوعه وكرهوه، ومش هقدر احلق على عميل الجدع ده وامنعه يسوق سمعه اخوه وبيت الحسينه كله من غير قوه تسندني. وانت شايف ايه يا علوان؟ كان فيه كلام امبارح في بيت الحاج عبد الخالق عن غياب فتح الله وهبل اخوه، وبيقولوا ان الوضع كده مش تمام وحيوصلوه للمركز والمديريه. للدرجه دي؟ عايزين البيه مدير المديريه يشيل فرع عرفان من العموديه ويرجعها للسواد. طب والعمل؟ حاجه من اتنين يا مولانا، الدين او الغفر. يعني ايه؟ اتكلم بصراحه يا علوان. شاهر يبعد ويقوم مقام العمده واحد مننا. انت بحكم انك شيخنا وكبير الايروانيه، يا اما اني باعتباري شيخ الغفر. انت دماغك حدفتك لبعيد قوي قوي يا علوان. صدقني يا بشيخ حامد، شاهر لو فضل قايم مقام العمده هيخربها على دماغه ودماغ اخوه ودماغه كل الحسينه من فرع عرفان. المساله مش سهله. عارف انها مش سهله بس لابد منها. سيبنا افكر وحرد عليك الليله بعد العشاء. نبهتي لي يامه. جيت يا عرقة العمد. انت تقولي لي يعني الكلام ده يا امه؟ أنا عره؟ ايوه خزيان اياه. لا مش خزيان يا امه ومش عره. واذا كان الفصل اللي قاعد جارك ده هو اللي مال ودانك علي، يبقى هو اللي عره. انا ما قلتش حرف لامك يا شاهر. انت اللي عمايلك وسيرتك واخبارك ماليه بشنين وعزبه السخاوي وكفر الصيادين كمان يا شاهر. بقول لك ايه يا عبد الله، انا العم ده ومحدش له حاجه عندي. اخرس لك، انت بتجح وتقولها قدامي؟ لكن الحاج مش عليك، الحاج على اللي افتكرك راجل وقومك مقامه. بكفايات يا ام، انا راجل من ظهر راجل. هي المرجله عندك ايه يا ولا؟ تركب الفارسه وترمح بيها وتضرب الفلاحين الغلابه وتكسر لبوب على الحريم وتلم اراضيشك وتتسحبوا بالليل زي المنصب وتحطوا على بيوت الصيادين الغلابه اللي بيدوروا على رزقهم في البحر وتفضحوا نسوانهم ومغاداتهم؟ هي دي الرجلية؟ وتقول لي راجل من ظهر راجل؟ فينك انت من ابوك الله يرحمه اللي كان يستحي ادخل عليه الحمامة ومروش له ظهره؟ الله يرحمه يا أمه، كل وقت وله أدان. وده أدانك دلوقتي؟ هيه؟ لا كنت ولا كان لك أدان،